هنا كلية الفنون الجميلة التي قدمت أبنائها في حفل افتتاح كأس الخليج 25 من خلال كورال البصرة. طبعا يعني في بداية يعني تحضيرات للبطولة طلبوا من عندنا انه تساهم الجامعة في يعني اعداد طاقات طلابية تساهم في الحفل. عرضنا هذا الموضوع على طلبتنا وطوع لهذا يعني الحفل اكثر من 200 طالب، هذه بس من كلية الفنون الجميلة، وحضروا إلى الملعب لاختيار يعني الكفاءات اللازمة أو اللي هي ممكن تقوم بدور معين أو محدد للحفل. الفنون الجميلة هي إحدى الكليات الموجودة في موقع باب الزبير، إن شاء الله راح تزوروها. وبصراحة كان في الدور كبير لجامعة البصرة في تنظيم خليجي مثل ما لاحظتوا بالحفل الافتتاح، والآن في الاستقبال والشؤون الإدارية، وراح يكون لهم دور أيضا كبير في حفل التخرج. أكثر من 1700 طالب من جامعة البصرة بدأوا تدريباتهم مع الشركة المنظمة من قبل شهر تقريبا، والجامعة سوت لهم تفرغ جزئي في إكمال متطلبات الافتتاح. يعني مجموعة تقريبا 8 كانوا هم الحدادين اللي أدوا الدور، مجموعة يمثلون السومريين والفلاحات طالبات عندنا، فيعني اختاروا مجموعة من الطلبة لإعداد وللقيام بأدوارهم داخل حفل الافتتاح. تضم كلية الفنون الجميلة في أروقتها أعمال طلابها من الرسم والفن التشكيلي سواء داخل الحرم الجامعي أو خارجه من أعمال تشكيلية. تهتم جامعة البصرة بجميع التخصصات والتطبيقات العملية وأيضا رسائل الدراسات العليا في أغلب تخصصاتها والتي يأتي إليها للدراسة من مختلف الدول العربية. الجوائز اللي تشوفوها هذه خلفي هي جامعة البصرة حصلت على جوائز تصنيف التايمز البريطاني في مجالين اللي هي القيادة الجامعية وخدمة المجتمع. حصلنا على كثير من التصنيفات العالمية بالمراتب الأولى إلى الثالثة على مستوى العراق في تصنيف الكيو اس والرور وغيرها من التصنيفات العالمية الأخرى. جامعة البصرة منارة ترفع شعار العلم والفن والحضارة التقليدية العراقية وتزرع في أبنائها رسالة أن يحملوا اسم العراق والبصرة في علمهم أينما حلوا وارتحلوا.